الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. المرتبة الثالثة من مراتب الدين، مرتبة دين كن أبو سدين الراء إني سدفع لا الإحسان. إحسان أجتر إحساني أعلى مراتب الدين، مرتبة لما أنجبر سن الراء والآن على إنكم مرتبة الإسلام الر مرتبة الإيمان تجبى، لأن الإسلام أعمال الظاهر. إسلام ما جتكوني دلقا ظاهرات وان تظاهرة وللراقر مسلم جن كيسو إسارة ببيخ، وحسابهم على الله. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. نمني صلاتك إن صلاتك إبلاك إن يتقرق لي قلمك إن ينات مال جاما مسلم جاما جاء نبي ربي عليه الصلاة والسلام. أعمال الظاهر إسلام ما جدتونكم دلقى ظاهرات وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وهذا يسمى الإسلام لأنه أعمال الظاهر كن دلقى ظاهرات وان ظاهرة كانت نمني إتي مسلمة جامو يو وللرا أقرر نمني إتي مسلمة جتو دن دينيا وحسابه على الله. كيسا إسامو كيسا نما بيكون علم الغيب دوان تأيف علم الغيب كربيكم، حتى نبي ربي عليه الصلاة والسلام علم الغيب بيكم إلا ما علمه الله، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إلى آخر الآية. إذن فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. إذن غيبي نمني بيكون جرو جتال رسلوني وحنق ربين الرئيسان بيسيس بيكن ربين إسان بيسيسناني ملي إفين بيكون دندان أين ولا إنس ولا جني غيبي بيك ما رك السنة ما بيكون غيبي دوانت إيه حسب ظاهرة كنا إراه جوجر نمتكم مسلم عاجل نجتون. لكن مرتبة الإيمان قاف جرى مرتبة إيمانات كثر كان بنوتانه مرتبة إيمانا جبار نمتكم مؤمنته ومؤمنته أبو الله تعالى ما لنمني بيكون جرو جتون أكما سورة أكما قرآن كيس تربين دبتيت ننجرو. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ربي سبحانه وتعالى أعرابنا نتأمن جنان لا أمن جئنا ولكن قولوا ماذا أسلمنا جتر ولا باجتر. ولذا قال أهل العلم أن الإيمان الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا كجان. كنا في تدركان إيمانا دائرة نساء أقل من دائرة الإسلام. دائرة إسلام مرت إكالة دائرة إسلام ما نمهدك أبتا نمو ما إسلام ما إرامل تهندك أبتا مسلم وقوجن كيس إساء رب العالمين قفت بيك جيتون نوتي ونتي أجاج من أمرنا بالظواهر ولم نؤمر بالسرائر. ظاهرة كان لالوتي أجاج من ملي كيس نما بيكوت أجاج من نوتي. إذا إيمان أمر نساء جبار إيمان ربنا وعفاكم إيقما مؤمنتها نمو صدركا إحسانا قهون الفاتر مؤمنتها نمني صدركا محسنات دبرون جبا مؤمن تهي بعد كناتي صدركا محسنات أون جبا محسن كنو صدركا مرتبة لمكب. الإحسان ركن واحد، كم ركن الإيمان؟ واحد، لكن هذا الركن له مرتبتان. ركن توكيتكوني مرتبة لمكب مرتبة لمان راتوكو مرتبة المشاهدة جام، والمرتبة الثاني مرتبة المراقبة جام. مرتبة النجال كباس الأمرين ساجبا سنمالي يوجدت أكا عبادة نبيوتا جدتون عبادة المشاهدة جام. عبادة هي عبادة حب ورغبة وشوق لما عند الله. هذه المرتبة مع وصول الخوف
لكن أقوى دافع إلى العبادة واني إبادة خنت حالا إذا خاس مال إني يوجدت محبة الله سبحانه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. رسول ربي أما هل كان أبتابل رسول ربي ربي القرآن كيستي وعدا إذا سينجر إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ربي سبحانه وتعالى أكواتك اللي دلين دي إساء أرار مميجر دبته ملكاته إساهمه، ومع ذلك يقوم الليل كله كما ثبت بالحديث من حديث عائشة رضي الله عنها كان يقوم من الليل حتى تتفطر أدماء حمامين لإسالة من أدوتت نبي ربي الأبتا تتورم في بعض الرواية حمامين لنبي ربي إيتوت. لماذا؟ لأن عبادته أكبر دافع في هذا العبادة مع حصول الخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأخوف الناس لربي تبارك وتعالى، ومع ذلك عبادته عبادة ماذا؟ شكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا. أدم ربي إساء أرار ميجرو كجنة تهيت ننجرو، لكن ما لتقن إساء أبي نبي ربي هذا عبادة المشاهدات. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك أدو ربي نجرتيك أدم ربي أتي خجنة أتي سانجي جروتي إبادة صدركا كنا قروني إبادة مشاهدة جم صدركا كن جبا خو إبادة غنا كيسبتي قرتي صدى ربي تي ربي قبرون أدو مجيرو اللي خوفين الجرات ما ودين إبادة حب وخوف ورغبة وتعظيم ورجاء نتو ما ودين أكبر دافع في هذا الشكر ومحبة الله جعلنا ربي تأكنيس الآبي يجت واضي ولا ما واضي تدركا جعلنا ربي تبجت كنت الآبتو كنا جون كني ألفات هرجا نما ربي وفقت التجا تدركا يوكا مرتبة إنسان الرأين لما فهمه عبادة خوف وهرب والنت ربي قبرتو في كتاب ربي جلنا جابه في قاله أدو ربي لا تنكت عن سنجيد يسوف ياتي يسوف مثلا أما سنة مالي ديفتات نما سنة ديس ربيني إنك طويلت ولا جهزة ميري أكرم وكنامي إذا أنوك أتقرتي صلاة وتجرت رفسهم مالي إبادة ماذا؟ خوفي وهرب إبادة تجرت سني خاقرتي كتاة ربي جلابه وتمالي خميمتي إبادة قرتي خان سنيمتي يجلتون هاتو حب الله كيف ساقباتو أكبر دافي جعل لربي تي في عبادة يقربوا بات عبادة أنتو جعل لربي تي في الليك ودوما قبرتو، لكن صدركا والآناتي عبادة خن أكا قوتو كسيقفافي كسيقيبي كسيقبا ستقول إيه معلمني خوف وحرب كتاة ربي سنتو سن الرئيس سودا، وهذا يسمى عبادة خوف وحرب. يولا مان كان كيس سابي عبادان آدان مركاتا أتقرتي إبادة صدركا قرتي قاكا نبيوتا سني سنجيني تاك واني ربي قبرتوفز كتاة جلابو متي سيلاما واني ربي قبرتوف نما مسيدة افنان افتي نما قرانان قراتي بيه سومنان سومنتي وهذا ليس بعبادة. أما كن عبادة كيسابه مالتها آدات تسيركا دي بيجيرا كن سوابا كبو جيتو كن نمتك التعمود أبسات لمارا أدب ربي تسات لمجر جيتو إبادة يو إيسانا كمني قبولا كبدو جيتو لا بد من أن يكون للعبادة إحسان. إحسانا كان كذا يو مرتبة ولانا ربي تنسيقه فأهلا وسهلا دبينو تولي يو مرتبة ولانا أبدس لا بد من أن يكون عبادتك عبادة خوف وهرب إبادة خوف إبادة هربات أو دندأو قبا سنيقر تانانقا مرتبة إيسانا كيسابه ركنا جباك إستقلا واضح يا جماعة. كنافي ما هو الدليل على الإيمان ما هو الدليل على أركان الإسلام وعلى أركان الإيمان وعلى الإحسان؟
مالي رجان كن إيمان الإسلام مرد أكسمه إيمان الرد أكسمه إحسان الرد مالي دليل كن ما دليلنا رجان كن مالي ما هو الدليل على أركان الإسلام وعلى أركان الإيمان وعلى أركان الإحسان؟ الجواب ديبين الدليل حديث جبريل عليه السلام المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ قال علينا. من الذي يسوق لنا هذا الحديث؟ ما حديثك أن ينوفك أرقره من؟ نريد منكم رجل واحد يسوق لنا هذا الحديث تماما. ها تفضل، من هو؟ أنت عبد المجيد، يلا قم. ايش فيه؟ قم يا رجل، مالك؟ نعم حسن. عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استلى علينا رجل بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر صغر ولا يعرف منا أحد فقال يا محمد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا محمد فأسند ركبتيه إلى ركبتيه نعم ووضع كفيه على فخذيه نعم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام نعم قال أن تشهد أن لا إله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة نعم وتحج البيت وتصوم رمضان نعم استطعت إليه سبيلا. اجلس بارك الله فيك. من يكمل هذا الحديث؟ كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صدقت. كمل. قال صدقت. نعم. قال أخبرني عن الإسلام. قال أنت شو؟ قال فعجبنا له. ويسأله ويصدقه. نعم. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اجلس بارك الله فيك. من يكمل؟ من؟ رجل آخر غيره. ها ولد. نعم. كمل. قال فأخبرني عن الساعة. نعم. ما المسؤول؟ ايش فيك يا اخي؟ اسكت. بارك الله فيك. نعم. احسن. قال فأخبرني عن ايه؟ نعم اسكتوا أيها الأحبة. ايش فيكم؟ عن أماراتها. يتطاولون في البنيان. نعم. قال فمضى فلبثنا مليا. نعم. يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاه يعلمكم دينكم. أمر دينك. أحسنت. اجلس بارك الله فيك. من يسوق لنا هذا الحديث بتمامه من أول إلى آخره بصوت جميل وإلى آخره؟ نحن نريد من يسوق. نعم.
الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا اجلس بارك الله فيك غيره ها آه. نعم غيره خبره نعم تسوق قال ايش قال عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلى علينا رجل ذات يوم اصطلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدا حتى جلس عند النبي صلى الله عليه اجلس وسلم اجلس بارك الله فيك غيره نعم نسر يتكر قول ايه ها نعم عن عمر بفتح الراء أنتم طلبة العلم تقرؤون من الكتاب كتاب الراء لا تنيك على توان تهتنيف لا بد من حفظ الحركة عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعم ذات يوم طيب بارك الله غير لا بد أنتم يو حديث ما تقول لي سريتك رماري ركز على حديث ما تقوم متنا وترجمة لا يود أبدن يود أبدن حديث تقوم متن نساء بريدوك أبا ترجمة نساء بريدوك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا أي نعم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد اجلس بارك الله لا بد إن شاء الله تعالى بهذا نختم درس اليوم كنمان الراف كان انتم الرجارو لا بد من تحسين المتن وتحسين الترجمه